ده جراميد ايطالي ميول، ده يعتبر اوفر شيء في الجراميد، يعني ده ما يكلفكش وفي نفس الوقت يقضي الغرض، عزل حراري وعزل مائي وخشب كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. شغل النهارده ده ميول، ميول جراميد خشب وعزل. ده جسور 12 بين كل جسر و جسر مترين. الآن تم فرش الحديد 60-30 جاهز على تركيب الخشب، والآن بنبدأ في تركيب الخشب. الآن تم تركيب الخشب، كده جاهز على تركيب العازل. ده طبعا من الداخل بعد الياس، الآن تم تركيب العازل، عازل الماء تسيحه بالنار. الآن تم فرش الحديد ده 20-30، يركب عليه العزل الحراري ويركب عليه الجراميد، يركب جراميد إيطالي. الآن تم تركيب العزل الحراري وتركيب الجراميد فوق يد مسمار، كل حبة مسمار. والآن تم تركيب الجراميد.